السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء من قناة أسأل وأسرع الوصفات، حبايب قلبي أصدقاء القناة. النهاردة معانا 3 وصفات للهالات السوداء، كريم لترطيب الهالات السوداء وماسك لإزالة الهالات السوداء، ومعانا مقشر للبشرة والجسم قوي جدا وجميل جدا جدا. أول حاجة معانا المقشر عبارة عن 2 معالق من السكر و2 معالق من الفانيليا، وهنضيف عليه زيت الأرجان، ده جميل جدا جدا للبشرة ومرطب عالي جدا للبشرة. هنقلبهم كويس جدا جدا، وبعد كده نبدأ ندلك بشرتنا بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده مدة 10 دقايق، وتقدري تستخدميه بعد كده كمرطب للوجه، بيرطب بعمق البشرة وبيزيل الشيخوخة المبكرة، بيأخر الشيخوخة المبكرة، وبيعالج أثر الحبوب والندبات اللي في البشرة، وبيعالج حب الشباب والتهاب الجلد. وتقدري ترطبي بيه تحت عينيكي وشفايفك وحوالين شفايفك، مرطب عالي جدا، جميل جدا جدا للبشرة، جربوه. لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي معنا وفعلي الجرس، كل يوم معنا وصفات جديدة، افكار جديدة، وصفات سهلة وسريعة كل يوم. زي ما قلت لكم مرطب عالي جدا جدا للبشرة، للجسم ككل، وفوائده جميلة جدا جدا، بتعالج اثار الحبوب والندبات زي ما قلت لكم، وكمان بيعالج الشعر واطراف الشعر المتقصف، وبيعالج الهيشان ونشفان وتقصف الشعر، جميل جدا جدا للشعر، استخدموه برضو. دلوقتي معانا هنا خلطة، وتقدروا كمان تستخدموه مع كريم الاساس او الكونتور الكريمي، بتضيفوه زيت الارجان وبتدمجوه كويس جدا جدا، نتيجته هايلة جدا جدا في ترطيب البشرة، جربوه كده هيعجبكم ان شاء الله. وتستخدموه كمان لإزالة الميك اب، رائع جدا للبشرة ورائع جدا لإزالة الميك اب بكل سهولة. هو فعلا علاج للبشرة، جربوها يعجبكم جدا ان شاء الله. معانا كمان وصفتين، الوصفة اللي بعد كده ماسك لإزالة الهالات السوداء مع الاستمرار عليه، نتائجه مبهرة جدا. معانا هنا 2.5 معالق بن، هنضيف عليها 2 معالق من زيت جوز الهند، و1/4 معلقة من فيتامين اي، او 2 كبسولات من فيتامين اي، هنضيفهم عليهم وهنقلب الخليط كويس جدا. هنحط قطرات من ماء الورد، يبقى هنا معانا 2 معالق بن و2 معالق زيت جوز الهند الطبيعي، وقطرات من الموارد، و2 كبسولات من فيتامين اي، وهنقلب كويس جدا جدا وهنخلطهم كويس. وبعد كده هنقص قطنة نصين ونخلطها كويس بالخليط اللي معانا، وبعد كده هنضيفها على الهالات السوداء تحت العين، بالشكل ده كده
وهنسيبها تلت ساعة مرة قبل النوم. تقدري تعملي الماسك مرتين في الأسبوع أو 3 مرات، مرة قبل النوم، وهتسيبيه تحت العين على الهالات السوداء لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة. بعد كده هتزيلي القطن بالشكل ده كده، وهتعملي مساج بسيط وتدليك بسيط كده. بعد كده معانا زيت اللوز الحلو، هنحط منه قطرات على القطنة بتاعتنا ونعمل مساج وتدليك بعد الماسك. قطر طيب زيت اللوز جميل جدا بالشكل ده كده. هنعمل كريم لمنطقة تحت العين برضو. معانا معلقة ونص من زبدة الشيا، اي زبدة شيا، اي نوع زبدة شيا موجود عندك هتضيفي معلقة ونص، وهتضيفي كبسولتين من فيتامين اي، على زبدة الشيا بالشكل ده كده. وهتضيفي معلقة صغيرة من زيت جوز الهند، وهتقلبي كويس جدا جدا بالشكل ده كده. ده كريم مرطب جدا جميل جدا جدا، مفعوله سحري لمنطقة تحت العين. بعد كده هتحفظيهم في علبة عندك، علبة نظيفة ومعقمة، تحفظيهم فيهم وهتعينيها في التلاجة، تحتفظي بيها في التلاجة وتبقي تطلعيها تستخدمي تحت العين، منطقة حوالين العين، مرة الصبح ومرة بالليل. هتعجبكم جدا النتيجة لو استمريتي عليها. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتنا، كل يوم بنقدم وصفات وأفكار جديدة، تابعينا وفعلي الجرس. إن شاء الله الفيديو يعجبكم.